اسمح لي ينضم لنا من داخل مجلس النواب النائب الياس جرادي. دكتور الياس، أهلا وسهلا فيك معنا مباشرة من داخل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي. يتواصل هذا الاعتصام الذي كان بدأه النائب ملحم خلف والنائبة نجاة صليبة، وانضم إليه عدد آخر من النواب المستقلين، إضافة شفنا تضامن آخر من كتل من القوات اللبنانية ومن الكتائب. واليوم أيضا سمعنا أنه النائب أديب عبد المسيح سينضم لاحقا إلى هذا الاعتصام. بداية، يعني ما أفق هذا التحرك اللي عم تعملوه داخل مجلس النواب؟ أول شيء السلام للجميع من داخل مجلس النواب ومن الخارج ومن كل الشعب اللبناني، وكمان أضف أنه معنا كمان نائب الزميل بلال شحيمي اللي معنا هلأ كمان. السؤال بدنا نصوبه شوي لو تسمحي لي تمضي عليه بشكل ممتاز، انه السؤال مش ليش نحن جوا وشو مش عم نعمل. ما عم بقول ليش انتم جوا، انا ما سالت ليش انتم جوا، انا عم بسال يعني الافق، افق هذا التحرك الى اين؟ نحن نسال هالسؤال دائما، نسال هالسؤال دائما، فانا عم بستغل الفرصه من منبركم الكريم انه السؤال ليش الاخرين برا بظل هالظروف هيدي. الوطن يحتضر إذا ما بدنا نقول أكثر من هيك، في غرق بمشاكل كثير كبيرة، إن كان بالاقتصاد، بالأمن، بالقضاء، بكل شيء. المستقبل عم يهدد وجود لبنان وكل الشعب اللبناني، والمدخل الرئيسي لهالأمور هيدي هو انتظام المؤسسات، ومدخل انتظام المؤسسات هو انتخاب رئاسة الجمهورية. دخلنا بكل الفراغات، والدستور يحتم على مجلس النواب أن ينعقد بصورة دائمة من شان انتخاب مجلس، انتخاب رئيس الجمهورية. هيدي مسؤولية، منا مسؤولية فقط لممارس بعض الطرف الدستوري، هيدي صارت مسؤولية وطنية بهالظروف هيدي. إذا عم نتعامى عنا وما عم ننظر لها بهالمسؤولية، في مشكلة كتير كبيرة. أنا أخذت طرف الحديث معكم مع ضيفتي الكريم عن اجتماعات الحكومة، وكأن بلشنا نحط اجتماعات الضرورة، وهي ضرورة هالاجتماعات لأنه الوطن بخطر. إذا كانت اجتماعات الحكومي بغض النظر عن ما عم بياخذ موقف من انشاء الاحتمال انفهم، اذا كان عم نعمل فتاوى لاجتماعات الحكومي لانه الوطن بخطر، ليش مش عم نروح على الخطر الدامس اكثر وناخذ مسؤوليتنا كلنا وان ناتي جميعا للنهوض بدل ما نتلهى بتشريعات وبفتاوى رايت اند ليفت، يعني يمينا ويسارا، دون ان تجدي وكانه اجتمعت الحكومه او ما اجتمعت هي حلت المشكله. اللي بده يحل المشكله، المشكله معروف وين، الالتزام بالمسؤوليات معروف وين. نحن هيدي ما بدي سميه اعتصام، ما بدي سميه مظاهر، بدي سميه صرخة حق. نعم نقوم بها لنقول، نحدد، نحط الواحد قدام مسؤولياته. ما عم نمارس طرف، وغيرنا لا يجب أن يمارس طرف الحضور أو غير الحضور. الوطن بأزمة كثير كثير كبيرة ربما لا مثيل لها. نعم. إذا كان هذا كله لا يتوجب على مجلس الشعب، مجلس النواب، ممثلي الأمة أن يتداعوا بشكل تلقائي وفوري وكما ينص القانون والدستور. يعني في شغلتين أنا كنت أقول أنه الوطن فوق، حتى فوق الدستور، فهون الدستور يحتم ومسؤوليتنا الوطنية تحتم. إلى أين؟ إلى فراغات أخرى. الفراغات الأخرى نحن عم نقول أنه هذه يصيب كل المجتمع اللبناني، لا أحد سوف يكون بمنع عنا. دكتور جرادي، اسمح لي أن أسألك. البعض يسأل، قبل أن تكون هذه الصرخة من داخل مجلس النواب عبر هذا التحرك اللي عم بتقوموا فيه منذ 3 أيام، لماذا هل توحدتم على اسم اليوم كمستقلين بين بعض؟ لأنه كان كل قسم من النواب المستقلين عنده اسم معين وعنده طروحات معينة، هل توحدتم على اسم واحد؟ السؤال كثير مهم، بس هيدي المشهدية نحن اللي عم نقوم فيها. نحن ما عم نعمل مشهدية واحتجاج واعتصام كي نأتي باسم، وكأنه أن ندعي الآخر أن يكون باعتصام واحتجاج أن يأتي باسمه، مش هذا هو المطلوب أبدا. نحن عم نعمل هالسرقة هيدا لانتظام العمل الدستوري والوطني، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، وكل واحد يجي بمرشحينه ويتفضل ينتخب، واللي بيجي من يأتي من ضمن الدستور والعملية الديمقراطية، نحن سوف نكون من أكبر الداعمين إليه
له إن أصاب، ومن أكثر المعارضين إن لم يصب مهما كان. وإنما هو الوطن لا يقوم على اسم شخص، وهدف هالتحرك هلأ هو مش بهدف إنه ندفع باتجاه انتخاب شخص معين أو موقف ضد شخص معين، أبداً منه هيك. فهذا ما بيحتم علينا، نحن ما عم نعمل هالشي لحتى يكون عندنا اسم واحد نمشي فيه. إذا كان عندنا اسم واحد نمشي فيه ونتفق مع الكتل الأخرى عمل ممتاز جداً، وإنما هذا خارج سياق اللي عم بيصير هلأ. اللي عم بيصير هلأ هو دعوة إلى إعادة الوطن، إلى إعادة الدستور، إلى القيام بلبنان، ونحن بعنا عم نقول مع العملية الديمقراطية كاملة، وليأتي من يأتي. ونحن نرجع منكرر سوف نكون من أكثر الداعمين، على القليل أنا عم بحكي عن نفسي هون، بس نحن سوف أكون من أكثر الداعمين إن أصاب، ومن أكثر المعارضين إن لم يصب، بغض النظر من. نعم دكتور جرادي، الرئيس نبيه بري حتى الساعة متريث ولم يدعو إلى، لم يقم بالدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس الخميس المقبل، بل كان في دعوة للجان المشتركة. بحسب المعلومات إنه تمهل الرئيس بري بحال حصول أي مستجدات قد يلغي جلسة اللجان ويدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس، لأنه كان الحزب الاشتراكي قد لوح في الجلسة الأخيرة بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهو سيقاطع هذه الجلسات. هل لديكم موقف من عدم دعوة الرئيس بري حتى الساعة إلى جلسة؟ نحن موقفنا واضح، نحن ندعو جميع النواب إلى الحضور إلى مجلس النواب من كل الكتل، نحن لا نستثني أحد، ولم ما عم نفرض رأينا على حدا، وإن عم نفرض، مش عم نفرض، عم نحاول ندعي الجميع، وليس هناك من عملية فرض. وأنا عم أقول للجميع تفضلوا تنقوم كلنا نلتقي ونتحاور وننتخب إذا نعم. يعني ما بعرف إذا دكتور الياس الجرادي بعده عم يسمعنا، بركي بيتم إعادة التواصل معه لأنه بعد عندي سؤال ضروري اطرحه عليه. خليني نتابع معك أستاذ حسين شعيتو، تعليقك على هذا الاعتصام أو على هذه الصرخة اللي عم بيقوموا فيها النواب المستقلين داخل مجلس النواب. خليني قبل ما اسمع جوابك دكتور الياس، كنت عم نسمعك وانقطع الصوت من عندك على موضوع أنه عدم دعوة الرئيس بري بعد إلى جلسة. نحن قلنا بهالتحرك هو مشان دعوة الرئيس، وكمان دعوة جميع النواب انه يكون امام مسؤولياتهم. هيدي شغلة كثير مهمة، ونتمنى انه هالحركة هيدي ان يتلقفوها بكل ايجابية وبكل مسؤولية وبكل وطنية، لانه اللحظة حاسمة. نحن ما عم ندعو ابدا ولا عم نجبر احد، نحن نطلق صرخة انه علينا جميعا مسؤوليات، وهيدي وقت نطلع بمسؤولياتنا. الوطن بخطر، تتخطى الشخصي، تتخطى المواقف، تتخطى الكتل. في مساله وجود وطن اكثر من هيك فراغات، وانا بعدني عم برجع اثرت شوي. شفنا الفتاوى يمين ويسار ما يجوز وما لا يجوز باجتماع الحكومه، لانه الوطن في اجتماع ضروره وفي تشريع ضروره والى اخره. اذا كانت هيدا عم نشوف الضروره فبالاحرى في مجلس النواب ما يكون في هاي الضروره مشان نجي ننتخب. ما هي ضروره الضرورات كلها، هذه مصدر الضرورات ومصدر الماساه. طيب حش نتلهى بالفتاوى يمينا ويسارا. دكتور في سؤال بدي اطرحه وما بعرف جوابه عند حضرتكم، يمكن لماذا الغي الاجتماع اللي كان يفترض ان ينعقد يوم الجمعه يعني امبارح مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب؟ لانه كنتوا تناقشتوا يوم يعني اليوم اللي بدا هذا الاعتصام يوم الخميس بعد الجلسه، كان في نقاش مع نائب رئيس مجلس النواب، وقيل وقتها انه في متابعه لهذه النقاشات وفي اجتماع باليوم التالي، لماذا لم يحصل هذا الاجتماع؟ بعتقد توضيحه كان من الاستاذ الياس ابو صعب، قال عن اعلان شو هو وجهه نظره. نحن وجهة نظرنا أنه لازم يكون في نقاش، نحن عملنا هالشيء تندعو الجميع للقاء والنقاش، كل واحد يتحمل مسؤولية مواقفه. نحن لما نكون عملنا خطوة بدعوة للقاء واللي ما بيقابلها، ونحن هلا بندعي أنا شخصيا بدعي جميع الكتل جميع النواب لأخذ موقف إيجابي من هالحركة، هي مش لا تستهدف أحد، وإنه لازم يبقى من الجميع موقف إيجابي وملاقيتها. كلنا نتفضل نقوم بمسؤولياتنا. كل واحد حابب يفسر مواقفه هو مسؤول عنا. يعني انا هو الاستاذ اجين يعني الاستاذ الياس فسر موقفه وحطه بالاعلان.
نعم، أنا بدي أشكرك الدكتور الياس جرادي. أنتم مستمرون في هذه الصرخة اللي حسب ما حضرتك وصفتها إلى حين عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية دون أهمية أن يتم التوافق على اسم معين، أن يأتي كل نائب بالمرشح اللي بده إياه وينضم لكم في هذه الجلسات المفتوحة. شكرا جزيلا لك دكتور الياس جرادي النائب في البرلمان اللبناني.